لما نتكلم عن هبوط عاتق الدورة الدموية، ما نتكلم عن أي واحد يقدر يقول لك أنا عندي هبوط ولا ضغطي نازل. الهبوط في الدورة الدموية مصطلح جدي، معناته أن الضغط لما يكون أقل، ضغط الانقباضي يكون أقل من 90، مصاحبا في تأثر في أنسجة وأعضاء الجسم، وبما فيه احنا نشوف عندنا إنزيم بالجسم يصعد اسمه إنزيم اللاكتيت. هذا دليل أن النسيج أو العضو ما وصل له كمية دم كافية. إضافة إلى هذا، لما نكون المريض في حالة صدمة أو شوك، ما يتحسن بشكل سريع للمحاليل الوردية وأدوية رفع الضغط. أسبابها عديدة، راح اختصرهم باربع اسباب اساسيه. اول سبب هو هايبوفولميك شوك، اللي هو قله او حجم الدم بما فيها الجفاف الحاد الشديد، والاهم النزيف لاي سبب من الاسباب، من حوادث معينه لا قدر الله، من نزيف داخلي بالجسم، منها واهمها نزيف الجهاز الهضمي. السبب الثاني والشائع الصدمه التوزيعيه او ديستريبيوتيف، اللي يكون ناتج من سبسس التهاب عدوى بالجسم. والسبب الثاني التحسسية، اللي هو أنافلاكسيك شوك، اللي حق الناس يصير عندهم حساسية من أدوية أو أكل معين. هذا يكون الوعاء الدموي ما يقدر يحافظ على مستوى وظيفته الأساسية. السبب الثالث الصدمة القلبية، اللي يكون في ضخ القلب نازل هابط، القلب ما يقدر يضخ، لكذا سبب أهمها الذبحة الصدرية والجلطة القلبية. السبب الرابع الصدمة الانسدادية، اللي هي تكون أهم سبب من أسبابها انسداد شديد في الشريان الرئوي، اللي هو اسمه بالطبي massive severe pulmonary embolism.